إن كلام نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم غادي نعطيكم نماذج اختبارات مصححة، غادي نعطيكم من نموذج ومع التصحيح تاعو في اللغة العربية لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. قبل ما نبداو الفيديو ماذا بكم جيم اللي راي قدامكم تما، كليكو جيم فضلا وليس أمرا، وديروا لنا أبوني وضغطوا على الجرس لكي يصلكم كل جديد. نغطي الدرس بكل جديد، كل سجية تنحلوهم ونماذج اختبارات نديروها تطلع لكم ولادي الأعزاء، ونتمنى دعمونا لكي نستمر بالمزيد. ونشكر المتابعين الكرام، نشكر لهم يعطونا لي كومونتير الشابين، نشكركم على الدعم، ونشكركم اللي راهم ابوني معنا، نشكرهم اللي مازال ما تابونيوش، نتمنى يتابوني في القناة لكي نستمر في المزيد. ونطلب منكم الدعاء، ما تنسوناش بدعائكم. نبداو بسم الله، نبداو بالحلي سوجي. هذا كل سوجي تشوفوه ماذا بكم ولادي، حبسوا الفيديو، كتبوا لي الاسئله سوجي النص، قراوه مليح وجاوبوا على الاسئله، ومن بعد تشوفوا الحل، ماشي تشوفوا الحل ديريكتوم. المهم دابا نبداو في ما كاينش عن مسوجي، هنا كاين واحد اكثر من 13 نموذج. نتمنى لكم النجاح والتوفيق، ونبداو بسم الله. ها هو النموذج الاول، ان شاء الله يكون يبان. ها شوفوا في ولادي الاعزاء، ها هو النص، هو هاي الاسئله، يبين لكم النص. ها يعني بينت النص، قراو النص، حبسوا الفيديو وقراو النص، ها ديروا وقفوا الفيديو قراو النص مليح. ها هو النص، راني مبيناتو، ها هو النص، هاي الأسئلة، ثاني وقفوا الفيديو وجاوبوا على الأسئلة، هاي الأسئلة كذلك، هاي وينا، هاي الأسئلة، ها شوفوا الأسئلة، هاي الزوجة هنا ثاني، ها أولاد الأعزاء، هاي وينا، وقفوا الفيديو، جاوبوا على الأسئلة. دوك نروحو للحل ولاد الأعزاء، هاوينا الحل ولاد الأعزاء، شوفوا الحل، نتوما جاوبوا قبل، هاو بيه بالسوجي تاعو، هاوينا الحل، شوفوا الحل هنايا، ها هاوينا الحل، ها هذا هو الحل تاع نموذج رقم واحد، هاوينا الحل، هاو الحل. نكمل الحل، هاوينا، هاهو ان شاء الله يكون باين، هاهو الحل. والوضعية الإدماجية وين هنا، درنا لكم الوضعية الإدماجية ولاد الأعزاء، الحل هاهو، هذا بالنسبة للنموذج الأول، هاوينا الحل تاعو. نروحو النموذج الثاني، وين النموذج، هاو النص، وقفوا الفيديو قراو النص ولادي الاعزاء، الفيديو قراو النص، ماهو قراوه، وباين نورمالمون، هاهي الاسئله تاع البناء الفكري، هاي وينا، شوفو فيها، هاي الاسئله. هي الأسئلة، الوضعية الإدماجية اللي طلبوها منا، دوك نروحو للتصحيح، هاونا التصحيح، وباين إن شاء الله يكون باين ولادي الأعزاء، تاع النموذج الثاني، درنا تصحيح النموذج الأول، هذا تاع الثاني، هاونا ولادي الأعزاء. النموذج الثاني، نروحو كملوا الإجابة، مازلنا ها هنا، مضاف إليه المدني، مضاف إليه مجرور أن تجري الكسرة الظاهرة، ماشي باينة أن تجري الكسرة الظاهرة، على خطيرة صفة مجرورة، خطيرة صفة مجرورة، وحول الجملة هاي اللي حولناها،
هي الإجابة. راح السوجي الثالث، كون يضرب المباراة الرائعة. ها هو النص، وباين نورمال ولاد العايزة النص باين. ها نقرب لكم، ها وباين النص. ها وقفوا الفيديو وقراوه مليح ولاد الأعزاء. هاي الأسئلة، هاي الأسئلة كذلك، هاي الأسئلة. وقفوا الفيديو وكتبوا الأسئلة، روحوا الإجابة. التصحيح، ها هو التصحيح ولاد الأعزاء، ها هو هنا التصحيح. طبيعي نورمالمون كتابة واضحة. مشوا الحال كتابة، وقفوا الفيديو وكبروا تبان لكم. نروحوا اللي موراه تاني، دوك نسرعو نظرا لضيق الوقت. ثم وقفوا الفيديو وقراو ولاد الأعزاء، هاو الحل تاعو. هاهو ان شاء الله يكون باين. ده سوجي اخر كذلك. وين اولاد الاعزاء؟ ها هو الحل، شوفوا الحل، شوفوا الحل ولادي الأعزاء. أوين شوفوا الحل ولادي الأعزاء؟ أهو زيدوا لي مورا. أوين هنايا كي تكتبوا الوضعية سجل لي مورا. هاهو ده هو السجي، أو باين نورمالمون ولادي الأعزاء. الأسئلة، الأسئلة هو في التصحيح، شوفوا في التصحيح هاوين التصحيح تاعو. نزيدو اللي موراه كذلك، ها يهدر الأخلاق. ها هو الأسئلة، ها هي ولاد الأعزاء كتشوفو، ها هي الأسئلة. روحو ديريكتومون الأجوبة، ها هي الأجوبة. ثم وقفوا الفيديو حلوا رواحكم، بعد تشوفوا رواحكم لكم نيشان ولا لا. باسكو كي تنقلوا ديريكت الحل ما غاديش ترسخ المعلومه، لكن كي تحلوا ولاد الاعزاء وحدكم او تشوفوا الاجابه غادي ترسخ عفوا المعلومه. هنا الرياضه، يهضر على الرياضه، ممكن هذا يطيح. تلقى النصوص خاصه باختبار الفصل الثاني، ها هو الحل. شوفوا ولادي الأعزاء هذا قريتهم في الدروس. هذا الامتحان اللي موراه ثاني الأسنان، ها هي الأسئلة ولادي الأعزاء. ثم ديروا إجابة، ها إجابة، ها هي الإجابة. نروحوا تاني اللي موراه، هذا تاني امتحان، روحوا الإجابة، هاي الإجابة. شوفوا الإجابة ولادي الأعزاء نورمال. ها هو النسوجي واحد آخر كذلك، كان نماذج اختارتها لكم بزاف، مي نتوما حاولوا حاولوا تجاوبوا عليها. هاوينا، هاوينا، هاي الإجابة مش باينة، هاي تبان، هاي هاي الإجابة. شوفي ولاد الأعزاء، هاي الإجابة. وقفوا الفيديو وكتبوه، هاي هاو تاني سوجي آخر، نموذج آخر. وباين نورمالمون، ايوا وقفوا الفيديو. ها وين أسئلة؟ ها هي الأسئلة، ايوا
هي الإجابة، الإجابة النموذجية يمين، هي الإجابة. هذا الآخر ندير الإجابة قبل هاون، هاون الأسئلة، الأسئلة تاعو. شوفوا ولادي أعزائي، نرجعو نجيبو الإجابة، أسئلة نعاود نوريها لكم ما هي وينها. نرجعو الإجابة، ها هي الإجابة. هاوينا النموذج الآخر كذلك، هاوينا بيه بالأسئلة، ها ولادي الأعزاء بالأسئلة، هاي الأسئلة، هاي الأسئلة، ذا نفسه، هاي الأسئلة، وهي الإجابة، هاوينا الإجابة، هاي وقفوا الفيديو واكتبوها، وقفوا ولادي الأعزاء الفيديو واكتبوها. هذا بالنسبة كان للغة العربية، من بعد ندير لكم فيديو آخر تاع التكنولوجيا التربية العلمية، انتظرونا. ما تنساوش قبل ما ندير لكم نماذج اختبارات اللغة التربية العلمية لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، ديروا لنا جيم وابوني واضغطوا على الجرس لكي يصلكم كل جديد، وما تنساوش تدعموا القناة ولادي الأعزاء، وانتظروا الفيديو المقبل في التربية العلمية. عفوا نلتقي في فيديو مقبل إن شاء الله. مع السلامة، أتمنى لكم التوفيق والنجاح.